احنا كجمعيه المركز التربوي الرياضي اول سنه هاي اول تجربه لنا مدرسه كره قدم للاولاد. احنا عندنا نادي رياضي لا للعنف صار له 4 سنين فرق الكبار وناجح جدا. هسه السنه هاي احنا واجهنا سنه صعبه شتويه قاسيه اللي منعتنا كمان اذا لاحظتم رحناش شفنا لعب بثلاث مرات اللي انعزمنا على مكابنا تانية نشوف لعب كان الطقس قاسي ما قدرناش نروح. يعني السنه الجايه الله رد منعود ونفضل اكثر. مع كل هذا ومع الملعب اللي انتم شايفينه كانت سنة لنا ناجحة كثير وبدي أشكر أعضاء المجلس غسان سليم وبلؤي وين بلؤي شكر خاص لبلؤي رفقنا كل السنة ويعني دعمنا بكل الضيافة والكؤوس شكرا له زقف لبلؤي خفي بدي أشكر المدربين عندنا مدربين مناح كثير اللي هن زياد فلاح رايق عامر ونهادي مداح من احسن المدربين في المنطقه. انا رحت على دورات ثانيه وشفت كيف وعندنا احسن مدربين وعندنا اقل تكلفه عشان اقول لكم بده يفحصني روح يفحصني اقل تكلفه عندنا. مع كل هذا كانت سنه ناجحه. يعني احنا عم نطالب بالمجلس كمان هون بالضياد بالديشي بلؤي كمال عامر احنا بنطالب هون قدام بهذا المعمد بنطالبك ونطالب المجلس والاعضاء طلعوا على الديشي بدنا السنه الجاي ديشي منيحه ملعب منيح بصيرش انتم تعملوا بارك حلو هون ويكون ملعب قبله ملعب بشع بارك حلو مع ملعب حلو. هذا الطلب تبعنا للاهالي. احنا بنقول لكم انه في عندنا كان مشكله النشيره يعني مشكله فيش عندنا استمراريه. احنا بطبعنا بعرفش ليه فيش عندنا استمراريه يعني الولد بيجي شهرين ثلاثه ببطل او بيجي سنه ببطل السنه الجاي. الاستمراريه هي النجاح بحد ذاته. عشان هيك نطلب منكم تستمروا معنا عشان احنا نطور لقدام قديش بنقدر. انا قعدت كمان مع مسؤولين من مكابي نتانيا وبدهم يتعاونوا معنا يعني كل الافشريات اللي عم كل شيء بدنا اياه انا بدي انمي الاولاد هون انا شقيع بالاولاد هذا هو هدفنا. شكرا.